لا شك أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية قبيل القمة الخليجية المقررة في البحرين غدا. هذه الزيارة التي تحظى باهتمام كبير في كافة الأوساط القطرية والخليجية، لما للمملكة العربية السعودية الشقيقة من مكانة خاصة في قلوب كل القطريين. بوصوله الآن، بينما المدفعية تطلق الآن أو تنطلق احتفاء بقدوم وزيارة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وطلاب وطالبات المدارس في الجانبين وهم يلوحون لخادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير المفدى، ويبادلان الجموع المصطفى سواء كانوا من طلاب المدارس أو من غيرهم الذين توافدوا على المكان على كورنيش الدوحة.